بنقول انه عندنا بعض الصور اللي عايزينها ما تبقاش ان شاء الله موجوده، لكن علشان ما تبقاش موجوده في حاجتين لازم نعملهم. الحاجه الاولانيه طبعا يبقى في اراده حقيقيه من الدوله بكل مؤسساتها المعنيه في الموضوع ده انها تشتغل على المشاكل اللي عندنا. والحاجه الثانيه ان احنا كمواطنين لما نتكلم او زي ما بيقولوا كده تو بين بوينت او يعني نشاور على الحاجات اللي فيها مشكله، انت بتتكلم بغرض ايه؟ بتتكلم بس بغرض السخريه والتريقه؟ اتفضل يا سيدي ادي التعليم اللي عايزين يحسنوه، اتفضل يا سيدي ادي المدارس والدكتور الوزير اللي بيقول لك هجيب تابلت. هل عايز تتكلم في السكه دي؟ ولا عايز تقول انه عندنا المشاكل دي طب حلولها ايه؟ طب واحد اتنين تلاته. وعلى فكره الاهم من انك تشاور على المشاكل ان حضرتك تبدا بنفسك. يعني حضرتك ما تبقاش طول الوقت قاعد، او انا عشان ما بحبش بس اطلع اتكلم يعني ادي نصايح لحد. ما بقاش انا طول الوقت قاعده عماله بنتقد واتريق واسخر وبث كده سلبيه وبث حاله من يعني الذعر كده ومفيش حاجه بتتصلح والمدارس وحشه والتعليم مش عارف عامل ازاي وبتاعه ولا في امل ولا في حاجه، وانا كمان سايبه ابني مثلا بيروح المدرسه يضرب زميله او يتخانق مع زميله او يشاكس المدرس بتاعه او يقل احترامه للمدرسه بتاعته. ما هو معلش ما هي كلها اصلا حاجات مرتبطه ببعض. في مدرسه دي مدرسه بلقاس الثانويه بنين، النهارده الخميس، النهارده 26 ولا 27 يا شباب؟ النهارده 27، النهارده الخميس 27. الحقيقه بعت لنا يعني زي استغاثه وبيوجهوا نداءات للمسؤولين، ليه؟ لانه الطلاب فيها بيتضربوا بالعصا وبيتشتموا بشتائم يعني بذيئه جدا، منها شتائم بالاب. ده الفيديو اللي وصلنا، وده فيديو انتشر الحقيقه على مواقع التواصل كمان فيسبوك وجالنا احنا كمان في صفحتنا في مساء دريم. وجهوا نداءات للمسؤولين، انقذوا ابنائنا من تلك المعامله المهينه بالضرب والسب والقذف في طابور الصباح النهارده 27/9. ده طابور الصباح النهارده. الفيديو ده في احد اولياء الامور صوره لما شاف ابنه، هو الراجل شاف ابنه بيتضرب وسط الطابور، بيتضرب وبيتشتم بالاب يعني بيه، يعني بيتقال له يا كذا يا كذا. والده كان لسه تقريبا على باب المدرسه وسمع وشاف بعينيه، فلف وقف صور. الضرب ممنوع قانونا داخل المدارس. هذا الاسلوب وفكره ان انا ما انا برضو تعليم ايه لما 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 هعلي صوتي على الطالب، وتعليم ايه برضو لما هشتم قدامه. وبنرجع نقول هي الطلبه ساعات بيبقى صوتها جاي منين؟ يعني فعلا مساحه الاحترام اللي لازم تكون موجوده بين المدرس وبين انا كمدرس، انا كمدرسه هفرض ازاي احترامي على الطالب اذا كان هو بيسمعني بقول الفاظ بذيئه وبشتم وبمسك له عصايا وبضربه؟ ما هي برضو دي حاجات يا جماعه، يعني هو الوزير وزير التربيه والتعليم هينزل بنفسه يروح مدرسه مدرسه في ال 27 محافظه في جمهوريه مصر العربيه عشان يقول الكلام اللي انا لسه بقوله ده لكل مدرس ولكل ناظر مدرسه؟ هي دي مش بديهيات احنا تعلمناها وتربينا عليها ان المدرس ده قدوه؟ قدوه مش في التعليم بس، انه يقف يشرح لي على السبوره، في التعامل، في الالفاظ، في الكلام، في الاحترام. ابص له وانا معجبه جدا بيه وفخوره، وهو نموذج انا احب اشوفه، وهي كمدرسه نموذج احترمها. تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو ده، طبعا احنا في بعض الشتائم يعني غطينا الصوت عليها، تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو ده ونرجع تاني. Thank you.
انا لا اعتقد ابدا انه المشهد ده علشان نغيره او علشان يعني ما يحصلش تاني ان انا محتاجة وزير التربية والتعليم ينزل يلف على كل مدرسة، ولا النائب بتاعه، وما اعتقدش ان الاعلام حتى المفروض ان هو يعمل ده. بالمناسبة يعني انا بعتقد انه المسؤولية الملقاة على عاتق كل مدرس، كل معلم، ان يعلم الاجيال اللي هو بيدرسها الفضائل والاخلاق. انهي فضيله ممكن الطفل يتعلمها وهو بيتضرب وممسوك له عصايه وبيتضرب وبيتقال له يا كذا يا ابن الكذا؟ الكلام ده لما يطلع من مدرس، انا هنا الطفل هطلعه، والطالب ده هيطلع بره المدرسه يعمل ايه؟ اصلا جوه المدرسه هيعمل ايه؟ لسه في اخبار التعليم